السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتوه. فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمتي الصنائع، لا تخفى عليه الطنائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع ورائش كل خانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع، والكتاب الجامع للنور الصافع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبيتي لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله 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 يا من لا يقع غيره يا الله. اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، وانتقم لنا ممن ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.